لننظر طاقتك، الطاقة العامة لك عزيزي برج العذراء هي طاقة العدل والميزان، فأنت في هذه الفترة تطلب العدل، إما أنت في حالة انفصال تريد أن تطلب انفصال من زوج، أو أنت في علاقة طويلة وأنت تريد أن، ليس بالضرورة أن تكون طويلة، أنت في علاقة وتريد انفصال عن الشخص هذا الحبيب، أو أنت تريد أن تتزوج هذا الحبيب وتطلب منه الزواج، أو أنت تشعر بأنك لم تأخذ حقك بشيء ما وأنت الآن تطالب بحقك، أو ربما كنتما في محكمة والآن ستحكم المحكمة، ربما كنتما في وضع مشاكل وأحدكما طلب الطلاق وأنتما الآن في محكمة. الحبيب أنت ترى بأنه جميل جدا، هو يعجبك لدرجة عالية، أنت منجذب إليه كثيرا وتراه في قمة الجمال، وأنت تراه شخص محبوب ومسيطر وقادر على أخذ القرار وقادر على جذب كل من هم حوله، وهو جذاب جدا للجنس الآخر. الحبيب هو ممكن أن يكون هذا الشخص يجلس كثيرا على الإنترنت، هناك فرص كثيرة بالنسبة له، أمامه فرص كثيرة، أو أنه يعمل أعمال فنية كبيرة، يعمل أعمال متعددة، ليس بالضرورة أصدقاء أن تكون هذه الأعمال خارج المنزل، احتمال بأن يكون فنان في منزله، هو مبدع في منزله، يعمل أعمال متنوعة عديدة، يعمل هنا ويعمل هنا ويعمل خارج المنزل، ولكن هو هذا الشخص إنسان مبدع بطبعه، إذا عمل شيء أبدع به، أو أنه يجلس كما قلت ساعات طويلة على الإنترنت، ينظر إلى أشخاص مختلفين عنه، ربما مختلفين عنه بجنسيات، ربما يتواصل معهم، ربما كان في عمل هذا الشخص، يعمل مع جنسيات مختلفة، مع ألوان وأشكال مختلفة من العالم، هو ربما يكون هذا عمله، أو أنه متعدد في هذه الفترة، يريد أن ينظر إلى فرص أخرى في حياته. هذا الشخص يحاول أن يأخذ القرار لأنه يشعر بأنه محتار بين قرارين، بين شخصين، بين أمرين هو فرض عليه شيئا ما، أو بأنه يشعر بأنه غير مستقر ماديا وهو يحاول الاستقرار المادي. هذا الشخص هو إنسان دبلوماسي، وهذه البطاقة أيضا تدل على أنه إنسان دبلوماسي، يحاول جدا، يحاول بشكل كبير أن يكون في الأمور الوسطية، لا يحاول أن يعطي قرار مهما كان، يحاول أن يكون وسطي، لا يحاول أن يصل إلى نتيجة في أي شيء، وربما يكون قد ذهب، سافر، رحل، غير منزله، غير مكان إقامته إلى ما هنالك. طاقتك لهذه القراءة، أنت في طاقة عمل، أنت تعمل هذه الفترة أعمال كثيرة، لنضع هذه الطاقات أمامنا، الطاقة العامة. أنت قلت كما قلت في هذه الفترة أنت مجد في عملك، تعمل في ضمن شركة أو ضمن عمل جماعي في شركة، لا تعمل أعمال فردية لنفسك، لا، أنت تعمل ضمن مجموعة، ربما كنت أنت وهذا الشخص في مكان العمل نفسه، أنت وهو في نفس مجال العمل، أنت متعرف عليه، أو ربما كنت في علاقة زواج وأنت متعرف على شخص آخر في مكان العمل وأنت منجذب لهذا الشخص، ربما كنت هذه الطاقة العامة لك، ربما أنت الآن طالب الزواج من هذا الشخص لأنه يعجبك كثيرا وأنت في مكان عمله، تعملان سويا. هذا الشخص شخص ناجح جدا ومسيطر ولا يتكلم كثيرا، إنه في طاقة نجاحات وانتصارات، يحقق نجاحات كبيرة في حياته، هو شخص
مثل كما يقولونها في اللغة العربية معبي مركزه. هو إنسان، شخص قادر على أن يعمل ما يريد، أو أنه هو في هذه الفترة في قرار، في حيرة، في اختيار بين شخصين كما ظهرت لي في الطاقة هنا. أيضا احتمال بأنه يكون متحير ومتردد، ربما يجلس هذا الشخص ساعات طويلة على الإنترنت وهو محتار في أخذ القرار. هو ربما يعمل أعمال كثيرة وهو محتار في أخذ القرار، ولكنه إنسان قليل الكلام، مسيطر وناجح في عمله وناجح في حياته أيضا. وهو إنسان غير عاطفي، هو إنسان متحكم ومسيطر دائما على عواطفه ولا يظهر لأي شخص عواطفه، هو مهتم جدا بشكل عملي. وأنت في طاقتك تظهر بأنك أيضا شخص عملي. مشاعرك باتجاه الحبيب، هذه مشاعرك مشاعر كسرة وحسرة وحزن وخيبة، ربما غدر وخيانة، ربما تعرضت من هذا الشخص بغدر من هذا الشخص، أو ربما أنت تشعر بأنك أنت من غدر به وأدخل عليه شخص آخر. لا أعلم ما الذي حصل بينكما، ولكن أنت من يطلب الانفصال أو الطلاق، ولكن هو يعجبك جدا، ولكنه يجلس كثيرا على الإنترنت وهو محتار بين شخصين، ربما أنت تشعر بهذا الألم، ربما تشعر بأنه على علاقة مع شخص آخر، وهذا الشخص وهذا الشيء ألمك جدا وكسر قلبك. الحبيب هو احتمال كبير كما قلت بأنه تكونان منذ فترة طويلة في زواج طويل طويل الأمد أنت وهو، والآن هو قد حصلت، رأى شخص آخر، تعرف على شخص آخر، أو أن شخص آخر دخل حياته من أي طريقة، من مجال عمل، من مجال آخر، احتمال بأنه يكون طرف آخر من العائلة، طرف آخر من عمله، لا أدري. ولكن هذا الزواج أنت وهو احتمال تكونان في زواج، أو هو هذا الشخص مرتبط في زواج قديم، في زواج منذ فترة طويلة مع شخص آخر، وأنت وهو تعرفتما على بعض منذ فترة، وهو ربما أنت وهو تعرفتما، ربما هذه القراءة لطرفين. هذا الشخص ربما كان مع شخص آخر وهو يطلب من زوجته أو زوجه الطلاق، ومتعرف على شخص آخر يريد منه الزواج. يراك هذا الحبيب بأنك أنت بالنسبة له عجلة الحظ، أنت بالنسبة له الحظ الكبير، وأنت بالنسبة له الأمل والحركة والحياة وكل شيء، أنت بالنسبة له في قمة الجمال، يحبك كثيرا ويريد أن يكون معك، ويرى بأن حياته معك ستكتمل ويحصل على ما يريد وما يتمنى في هذه الحياة، هو يريدك. خطوته القادمة هذا الشخص، ولكن كما قلت يظهر بأن هذا الشخص هو محتار بين قرارين، بين شخصين. طاقتك أو نوايا الحبيب في هذه الفترة هو التواصل الروحي معك فقط، هو التواصل الروحي، هو يقف وقفة مع النفس، يحاسب نفسه ويحاول أن يصل إلى قرار، لأنه محتار في هذه الكروت. يظهر بأنه محتار جدا في هذه الكروت، احتمال كبير أن تكون علاقة ثلاثية، وهو هذا الشخص محتار، والآن هو ينوي أن يتباعد عنك قليلا لكي يصل إلى قرار يرضي جميع الأطراف ويكون مقتنع به أيضا. ربما كما قلت أنت وهو في محكمة وهو محتار، أيكمل هذه المحكمة ليصل إلى الحل النهائي أم لا؟ ربما كانت بينكما أطفال، لأن هذه
البطاقة تقول مشاكل عائلية ستحل، ربما كانت مشاكل عائلية وسوف تحل بإذن الله. وهو يقف وقفة مع النفس، يحاسب نفسه لكي يصل إلى القرار المناسب. هذا الشخص يحبك، يحبك من كل قلبه. الخطوة القادمة هو كما قلت، هو سيظل متباعد، سينظر إليك من بعيد ويراقبك ويراقب أخبارك من بعيد ويستعلم عن أخبارك من بعيد، وسيحاول أن يصل إلى طريقة للرجوع إليك أو للتكلم معك، ولكن طريقة غير مباشرة، طريقة عن طريق أحد الأصدقاء، عن طريق بشكل غير مباشر، لأن كرامة هذا الشخص عالية ولا يريد أن يتنازل. هو يريد أن تكونان مع بعضكما وترجعان سويا، ولكن بطريقة غير مباشرة وخطوة خطوة، ليس بسرعة. يحاول أن يجد الطريقة ليحل هذه المشكلة كما قلت. النتيجة لهذه القراءة، نتيجة هذه القراءة جدا جميلة. أنا أرى بأنكما ستصلان إلى حل يرضي الطرفين، حل مقنع للطرفين، حل يرضي قلبكما وعقلكما سويا. هو سيقف وقفة كما قلت، وقفة مع النفس، ويحاسب نفسه ويحاول أن يصل إلى طريقة لمدخل إليك، وسيدخل إليك وسيأتي إليك ويحاول أن يرضيك بأي شيء، إرضاء بعقله وقلبه، وعقلك وقلبك تكونان راضيين بإذن الله. وإذا كان هناك مشاكل عائلية ستحل كما قلت. وهذا الشخص يحبك كما ظهر بهذه الكرت، يحبك بدون مقابل، يحبك لله هكذا، يحبك، لا يريد أن يكون، ليس من أجل مصالح أو من أجل، لا يوجد أي كارت تدل على أنه يحاول أن يأتي إليك ويريدك لأنه يريد مصلحة معك، لا، هو شخص يحبك بدون مقابل، وهذا الكارت هو الحب بدون مقابل، هذا الكارت هو الحب بدون مقابل. وهذه نتيجة القراءة بإذن الله ستكون جيدة. نصيحتك لهذه القراءة أن تعمل كما يعمل السحر، ليس السحر طبعا بمعنى السحر، أن تكون مهتم بشكلك، مهتم بجمالك، تحاول أن تعطي هذا الشخص كل ما تقدر عليه، تعطيه الحب الذي يحتاجه، وإذا كان معك مال تدعمه ماليا، تتواصل معه بالروح، تكون معه قريبا من الله، تعملان مع بعضكما، يفكر تفكيركما يكون مشترك، كل شيء، أعمالكما تكون مشترك. حاول أن تتعاون مع هذا الشخص وتكون له بمثابة السند له في هذه الحياة. فهذه الطريقة الوحيدة التي ممكن أن تكونان ترجعان إلى بعضكما بها، وتكونان متوازنين بين العقل والقلب. مشاعر، يجب أن تكون المشاعر والكلام والعمل والعقل كلهما بشكل متوازن. وإذا كان هناك أطفال يجب أن تحلان هذه المشكلة من أجل أطفالكما، ليس بالضرورة أن تصل هذه العلاقة أو هذا الزواج إلى الانفصال. هذه البطاقة كما قلت تقول لك أمنية كبيرة في حياتك ستتحقق، اطلبها من الله لكي تأتي إليك بسرعة. إذا كان هذا الشخص متعرفان على بعضكما من ليس من وقت طويل، منذ فترة قصيرة، وهذا الشخص هو متزوج، وأنت من تسمعني تحاول أن ترى بأن هل هذا الشخص سيعود إليك؟ هذا الشخص سيعود إليك وستحلان بينكما المشاكل التي كانت بينكما. وإذا كنتما على انفصال وتحبان، تريد أن تعود إلى هذا الشخص الذي تريد أن تنفصل عنه، فهو سيعود لك. تقول لك هذه بطاقة، هذا الشيء سيؤدي إلى الحزن والخسارة. أنا أرى إذا كنتما في زواج منذ زمن طويل وكان بينكما أطفال،
فهذه البطاقة تقول لكما إذا حصل هناك انفصال سيؤدي هذا الأمر إلى الحزن والخسارة، فابتعد عن هذا القرار. شكرا لكم برج العذراء على هذه المتابعة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم.